هي المرأة الحلبية التي أينما حلت نثرت عطرها الفواح الممزوج بالجمال والإبداع والتميز، وها هي اليوم تطلق بمعرض سيدات الشهباء الذي أقامته لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة حلب. نحن ردنا لأثبت أن المرأة الحلبية السورية الصامدة هي صمود إبداع تحدي، هيك أطلقنا كان شعاره للمعرض، وصلنا نعمله بشكل دوري، وهذا نسخة حديثة منه أكبر صار وأوسع، وصار في شرائح جديدة معنا عم تشارك معنا، مثل يعني مثل مشروع مبدعات مثل غيرهم، وهو مركز على الصناعات المنزلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغار، مشان إحنا نشجع المرأة على يعني القيام بواجبها على إبداعاتها، ونفتح لها أسواق ونساعدها على التصدير وتكبر شغلها. نحن عملنا هالمعرض، معرض سيدات الشهباء، مشان ندعم المرأة اللي ما عندها منفذ للبيع، تقدر خلال المعرض إنه تجيب منتجاتها وتعرضهم وتبيعهم. عندنا منتجات متنوعة على حوالي 93 طاولة، في عندنا 120 مشاركة شاركوا معنا من السيدات. هن سيدات متميزات، فنانات، في عندهم منتجات حلوة. أكثر من 120 مشاركة توزعت على 30 جناحا بمعروضات تنوعت بين الأشغال اليدوية والإكسسوارات والألبسة والحلويات وغيرها، قدمتها السيدة الحلبية بإبداع أظهر أناقة المرأة الحلبية وجمال أناملها الماهرة. نحن بنقدم منتجات، نحن عنا شغل إيد بنعملهم، مثل عنا كعك العيد، في عنا مثلا كوكيز، في عنا بسكويت، اللي في الناس اللي بتهتم بصحتها كتير زيادة، وعنا يعني أنواع مشكلة، بتمنى تعجبكم. أنا كتير مبسوطة إنه شاركت بالمعرض، هي مشاركتي الثانية بالمعرض، ومبسوطة بهذا الكم يعني، ومبسوطة بالزوار، وإن شاء الله إذا صارت كمان أكيد أشارك لأنه حبيت كتير. أول مرة بشارك بمعرض سيدات الأعمال، شغلي سيراميك مثل ما شايفين على الماجات، على الفناجين، صمديات. شغلتي هون بالمعرض عم بشتغل رسم على الفخار ورسم على الخشب، أغلب القطع عم تكون رسم على الفخار، حتى الفخار هو صنع يدوي. نحن عنا بيت نحل، مطبخ خيري، ريع هذه المنتوجات كله لأعمال خيرية، ونطبخ طبخات كمان حلبية. عنا هون ستاند مشاركين بمنتجات عناية بالجسم، بالبشرة، بالشعر، مختلفة بمنتجات بخلاصات طبيعية، وعندنا جزء من الستاند بمنتجات يدوية، ريزينات، سيراميك. شاركت بهذا المعرض الحلو، معرض سيدات حلب، بمنتجاتي العشبية الطبيعية من الخلاصات العشبية والزيوت الطبيعية. أنا عارضة حالياً تقومة أكسسوار وحبسات وشكلات للشعر، جزادين وهيك شغلات، يعني شغلات للبنوتات، إنه بما أنه مقرب العيد فجهزت هيك شغلات. يهدف المعرض للترويج لما تنتجه السيدة الحلبية من منتجات تمتاز بالجودة والأسعار المناسبة، فالسيدات المشاركات هن من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، ومعظمهن خضعن لبرامج التدريب والتأهيل في غرفة الصناعة خلال السنوات الماضية.